انت قلتي في السؤال بتاعك لو كان الدكتور عميون الان وزير الاعلام، ما هي اولوياتك؟ اول حاجه نديرها نستقيل من الوزاره. عليها لماذا يعني؟ لانه الوضعيه الحاليه لا تسمح اطلاقا بان يقوم الانسان بدوره كوزير الاعلام. وانا ذكرت في الحوار اللي قلته معك انه اذا كان لم يكن مسؤول الاعلام جزء من القرار السياسي فما يستاهلش يدير الاعلام، مش ممكن. اذا كان تحول الى مجرد منفذ ما بقاش اعلام. وحتى يعني تقبل باش تكون وزير اعلام وما تستقلش، يعني ماذا يجب ان يتوفر في الوزاره؟ انا اعطيك المقابل، انا كنت مستشار للاعلام في الرئاسه 13 سنة مع رئيس ممجن بيطات ومن بعد رئيس شدي بجديد، واظن معروف عني انه كنت ادير عملي بشكل جيد. لماذا؟ لانه كان عملي المباشر هو مع رئيس الجمهوريه، هو الوحيد اللي يسالني وهو الوحيد الذي يسائلني، وبالتالي الامور كانت ماشيه كما ينبغي. عندما يكثر عدد المسؤولين ويكثر تدخلات شؤون الاعلام فلا يمكن اطلاقا باش الانسان يعمل عمل جيد. الان السؤال الثاني نتاعك ذكرت في احاديثك، او تحب تقول انت سؤال نفسك، ذكرت في احاديثك انك كنت ضحيه توازنات. طبعا في اشياء لا يمكن اتكلم عنها الان، وانا لاحظت انك انت ما قريتيش الكتاب نتاعي انا وهو وهم، وبالتالي الان نعطيك نسخه ممكن تكون عندك نسخه قريها، وكان معلومات كثيره موجوده فيها. الشيء الثالث انت قلتي على حسب ما فهمت من انه الرئيس الشاذلي ظلمك، او ولو كان عن غير قصد، فبرايك من ظلم الشاذلي ومن هم الذين ظلمهم الشاذلي؟ انا شخصيا تعرضت لظلم الرئيس الشاذلي نتيجه الوشايات، وانا نحاول نجاوب على مجموعه من الاسئله كنت طرحتيها انت. مثلا من الوشايات، انا كنت اعمل كمستشار للرئيس، نعطيه الصوره عند الاحداث الموجوده، اقوم بدور الجسر بين الرئيس وبين مجموعه المواطنين بالاسلوب اللي اراه انا، ومسؤولي الوحيد كان الرئيس. وفجاه تخرج في مجله جون افريك والوطن العربي انه عميمور يعطي دروسا للرئيس الشاذلي بجديد. طبعا المقصود منها كان استفزاز الرئيس، وهو فلان قاعد يدير روحه. ومن حسن الحظ انه مجلتين هذو جون افريك والوطن العربي ما كانش عندي معاهم علاقه اطلاقا، ولكن هذا الشيء اللي عرفناه مؤكد. كان اشياء اخرى ما عرفناهاش، وانه كانوا شكون يحط في اذن الرئيس، فلان دار فلان عمل فلان سوى، الى ان صارت تصفيات 83 84 وكنت انا ممن تم تصفيتهم. الان اللي الذين ظلموا رئيس شاذلي بجديد يتكلم هو عليهم، مش انا نتكلم عليهم. ذكرت ايضا يعني في احدى الاجابات قلت لنا ان بعض الاطراف يعني وقفت ضدك اثناء محاولتك ادراج بعض المواد التي تدعم انفتاح الديمقراطيه. صحيح الدستور. صحيح، وانا قلت لانه فعلا مشاو للرئيس وقالوا له عميمور يحاول يفسد الامور ويدخل لنا حكايه العهودات الرئاسيه. الرئيس كان في حاله وكان راجل، قال لهم انا اللي طلبت منه هذا الكلام. شكون هذه اسماء تذكر التاريخ، بعضها موجود في الكتاب نتاعي، بعضهم مات، لكن هذا شيء معروف يعني ماهوش شيء جديد. من خلال بصراحة ومن خلال تتبعك لجلسة الحوار الوطني كيف ترى اتجاه الإصلاحات في الجزائر؟ جاوبتك أقول لك بمنتهى البساطة، أنا لم أتابع الحوار، تابعت خطاب الرئيس لكن لم أتابع الحوار بالجدية اللي تسمح لي بالحكم عليه، وبالتالي من الصعب أن جاوبك على هذا السؤال بصراحة وبنجاح وبموضوعية. طبعا أستاذ أيضا يعني كان أحدث استبعاد قيادة الفيس من جلسات الحوار بعض اللغط وبعض النقاش يعني في ساحة السياسية. شوفي هنا لابد نضع النقاط على الحروف. الفيس انتهى، الفيس أصبح جزء من التاريخ، وأعتقد اشترار هذه العملية لا يفيد أحد على الإطلاق. لكن في وسط الفيس كما في وسط كل المجموعات هناك أناس أفاضل محترمين وطنيين عندهم غيرة على الوطن، وهؤلاء لا يمكن إطلاقا أن يتم استثنائهم من أي عمل وطني، وبالتالي النظرة للمستقبل هذه لن تأتينا بأي نتيجة. لكن كل مواطن شريف أيا كان انتمائه السياسي من حقه أن يساهم في الحركة السياسية في البلاد.
أستاذ على ذكر الفيس، يعني أنت كنت يعني لما كنت سفير للجزائر في باكستان قلت أنك تعرضت إلى وشاية. صحيح، لا لا صحيح. الواقع هو الآتي، أنا شفت سؤال داك. الواقع الأمر إنه الناس يعني اتهموني باطل. علاش؟ لأنه أنا علاقاتي مع الفيس تقريبا كانت مقطوعة من 89. كنت في ليبيا، وكان السفير آنذاك سي عبد القادر حجار، وكان مسؤول أول تاع الفيس هناك. فأنا يعني كإنسان جزائري موجود، وما زال الفيس مش معروف، فقمت بتقديمه لمجموعة من المجدين. قال أستاذنا فلان فلان، إذا وصلنا إلى سيدة تعتبر مرجعية عربية، وهي سيدة منى وصف، ممثلة سورية معروفة وشخصية معروفة، ومن حق أو من واجب أي سياسي أن يفتح علاقات معها. فقلت قدمت الشيخ لها، قلت لها أستاذنا فلان، فمدت يدها لي، ما حبش يصفحها. من هذاك النهار قطع، عدنا إلى الجزائر، لم يحدث أن تحدثت مع هذا السيد من 89 إلى تقريبا يومنا هذا، إلى ربما من حوالي 3 سنوات لما عملنا حوار مع بعض في إحدى الفضائيات، واضطرت نكون قاسي معها شوية. لكن الإخوان كانوا حابين يصفوا عدد من السفراء في ذلك الوقت، وكل واحد لقى له حاجة. أنا القولي أنه بعدت هنيئة، لأن أنا رجل دولة، أنا رجل دولة، ورجل الدولة لا يسمح نفسه إطلاقا وهو سفير أن يتعامل حزبيا مع أي اتجاه. وأنا مانيش عملي السياسي والدبلوماسي ما بداش في 89، أنا من 70 أنا أشتغل، وكنت أشتغل في مدرسة المعلم الأول انتحى ورئيس هواري بومجن، اللي تعلمنا معاه ما معنى الدولة، ما معنى الانضباط، ما معنى عدم الانزلاق وراء أي جوانب بروتوكولية اللي تتناقض مع الالتزام الأساسي للسفير. وأنا لا يمكن إطلاقا، بالعكس حتى في إسلام أباد كنت أتعامل مع الجميع أي، قال ما يهمنيش لأي اتجاه تنتمي، أنت جزائري وأنا مسؤول عنك. أستاذ نعود قليلا أيضا لأحداث أكتوبر، يعني أكثر عليها الحديث، يعني أنت ذكرت أو لمحت في حوارك أنه الأحداث لم لا أحداث لم تكن أحداث عفوية. كيف يعني؟ وأحداث تم التخطيط لها، والكثيرون تحدثوا عن هذه القضية بشكل واسع جدا، وخالد نزار تكلم عنها وتكلم عنها كثيرون، وفعلا وقيل انه هناك سجناء اطلق سراحهم قبل 88، وعرف في ذاك الوقت انه كان هناك نوع من التضييق على المواد الاستهلاكيه بحيث الناس ولات قلقه. هذا كله كان شيء معد، وكان المقصود منه تغيير نظام الحكم او على الاقل تحطيم مشروع المجتمع الذي كانت تبنيه جبهه التحرير. وللاسف في ذاك الوقت جبهه التحرير وصلت الى درجة معينة من التفكك، بحيث حدث ما حدث. أستاذ أيضا ذكرنا اسمه علاقة طاهر زبيري مع رئيس هواري بومدين ربي يرحمه، وقلت أنه رفض. لا لا، كان طاهر زبيري كان دائما موقف نتاعو موقف رجولة، لأنه إنسان مجاهد، إنسان عظيم. وأنا طبعا سؤالي أنت موجود عندكم، قلت أنه فيه هيبة. لا، ما كانش بومدين، بومدين لم يكن يهاب شيء على الإطلاق. وانا قلت لكم الشيء اللي كان استاذ، لكن يعني فيه برك تفصيل تقدر تجاوب وتقدر ما تجاوبش، يعني من كان يريد استعمال طاهر زبيري الجزائر، يعني هما كانوا يعني اقراي جريده الشروق العربي، هل هي ليبيا؟ يعني اقراي جريده الشروق العربي في 2 أفريل 2006. الاجابه عندكم انتم، انتم اللي قلتوا انه هناك من حاول يستعمل طاهر زبيري لاختطاف الرئيس بن بلة في ذاك الوقت، مش أنا اللي قلت، أنتم اللي قلتوا. وبالتالي ولكن ما تنسيش بأنه حاولت دولة أخرى جارة تستعمله وتساوم الرئيس بومدين. لا، ما قلتش أي بلد، لا أنا أدبيا يعني وفي مستوى تعامل متاعي أفضل أن أذكر اسم البلدان، لكن هذا الشيء معروف في الشارع، يعني ما هو شيء سر، شيء معروف، وبالتالي ما كان لها نتكلم فيه. كان دولة أخرى حاولت تقايده مع أحمد بن صالح على الإبوك، ولكن أحمد طاهر الزبيري كان دائما رجل وطني مجاهد، مع كل خلافه مع الرئيس بومدين، لكن لم يسمح لنفسه اطلاقا بان ياخذ اي موقف ضد مواقف الرئيس بومدين، على عكس المجموعه نتاع الاربعه اللي عملوا البلاغ ذاك. الله عارف، نادوا بالديمقراطيه ولكن التزموا مع الخط الذي كان يدافع عنه الملك الحسن الثاني، وبالتالي شيء طبيعي انه بومدين يتنرفز. مش الديمقراطيه اللي نرفزته، نرفزته انه في وقت صراعنا مع دوله اخرى
جزائريون وطنيون مجاهدون المفروض يلتزموا مع البلد الآخر ضد البلد بتاعهم. هذا شيء لا يمكن أن يقبله إنسان يؤمن بمنطق الدولة الجزائرية. دكتور أيضا يعني في سياق حوار اللي موجود معنا ذكرت ولعلي ارتكبت أخطاء في بداية عملي لكنها كانت نتيجة عن عدم الخبرة يعني هذا. إيه طبعا لعني عندك مثال. يعني هذه قلة من السياسيين يعترفوا بهذا. لا صحيح غلطت يعني في أمثلة كثيرة يعني في أشياء غلطت فيها حقيقة واعترفت بها في الكتاب بتاعي وفي كتب بتاعي. مثال في نهار من النهارات كان رئيس مبيد يتكلم مع فلاحين في جلسة في قصر الأمم ودخلت في تفاصيل وكذا والأخير أنا كان الشعور بتاعي بأنه هذا الكلام يقال في جلسة مغلقة لكن ما يخرجش لبرا. استشرت واحد من القدامة اللي يفهموا في الإعلام لأنه كنت جديد قلت له شندير قال لي باش ندير لاسونسور على الرئيس ولا شي قالوا الرئيس دبر راسه. في العشية عقبت هذاك الحوار كما حدث في قصر الأمم 10 دقائق عيطت للرئيس منرفز قال لي يا محدين شبيك هبلت ولا كلام هذا لا يقال هذا كلام خاص فلاحين مستواهم محدود قاعد نحاول نفهمهم قلت نسكت طبعا أعطاني دوش مليح ولكن أنا كنت غلط قلت له أنا غلط نحن نعترف بأني غلط وما عنديش لكن في أشياء أخرى اتهمت بها أنا ظلما وقد تعتبر خطأ من ناحية المطلقة مثلا قلت الأصنام 10 أكتوبر 80 قالوا لك بأنه شكو أوروب آن ولا فرنسا انتر أعطت خبر الزلزال قبل ما تعطيه الجزائر وهذا إلى حد ما صحيح أنا أعطيت الخبر الكامل تاع الزلزال على 7 مساء في حين هو كان الوحدة وحاجة فأنا قلت لجماعة يا جماعة إذا كان تعتبروا خطأ أنا أتحمل مسؤوليته وحدي لأنه بلغت الرئيس ذلك الوقت قال هاي الشيء اللي باش نديره لكن ما تنساوش إذا كان أوروبا أعطت خبر زلزال في الجزائر هذا مو سر يعني حشاكم حمار ماشي في الزنقة يحس باللي كان زلزال إنما أنا مسؤول دولة وكان يجب ألا أعطي المعلومات كاملة إلا عندما يتم تأمين المنطقة كاملة ونحتاط ضد كل احتمال ويتم إغلاق المداخل بتاع منطقة الأصنام ويتم تحديد ليبيسونتر ويتم تحديد المتطلبات ويتم تحريك قوات الجيش لإعداد العدة لأي نقل وإلى آخر هذه الأشياء لا تتم في ربع ساعة فأنا أعطيت الأخبار نقطة نقطة الخبر الكامل أعطيته على 7 مساء والفضل في هذا يعود في حد كبير جدا إلى الهادي خديري لأن كنا أنا وهو أول مسؤولين وصلوا المكاتب بتاعهم بعد الزلزال بربع ساعة والأسرة بتاعي طيشتها هنا في جدان قال أنا عندي شغل أهم اعتبر خطأ قال كيفاش فرنسا تير أو أوروبا تعطي الخبر قبل الجزائر قلت لهم القضية لم ليست أعطى خبر ولكن مسؤولية الخبر لو حصل اضطراب جماهيري بانيك في زلزال اللي يموتوا في البانيك أكثر من اللي يموتوا أكثر من اللي يموتوا في زلزال صارت في زلزال هذه مسؤولية سياسية وأنا أبلغت الرئيس طبعاً ولكن قلت أنا أتحمل المسؤولية كاملة فيما يتعلق بقضية الأصنام أنا أعتقد أنه أكبر خطأ ارتكبته ربما وضعت الثقة بتاعي في ناس ما كانوش في مستوى الثقة وهذا شيء طبيعي أنا بشر وأحكم على الأمور كما أراها أمامي ربما خطأ أخر نسب أو يعني أنا لم أحاول إطلاق الاستغلال المنصب بتاعي في الرئاسة 13 سنة في الرئاسة كنت ما زال نكتب باسم مستعار لكي لا يقال فلان يستغل المنصب بتاعه في الرئاسة كما عمل فلان وفتلا بقيت في الكواليس ولم يعرفني الناس كما قلت لك في الإجابة إلا بعد ما مات الرئيس وأحسست بأنه من واجبي أن أتدخل لكي أدافع على هذا الرجل اللي حاولوا بيقتلوه مرتين أو حاول يموت أو مات مرتين صحة التعبير دكتور يعني بعد كل هذه المسيرة الطويلة هل حدث يوما أن شعر الدكتور عميمور بأنه ندم على شيء ما أو لو أتيحت لك فرصة إعادة الزمن ماذا كنت ستفعل؟ هذا شوف يتوقف هذا على الحالة النفسية اللي أنا فيها يعني ساعات أنت لك شايف الدار لنا فيها يعني اللي يجيوني بعض السفراء يقول لك مش معقول إنسان في الدولة وفي قمة الدولة من 40 سنة تقريبا وعايش في دار يعني ما هيش أحسن من دار أي مواطن عادي أنا يعني بيني وبينك في أوقات بنتي كانت ترقد في الأرض يعني ما عنديش لكن المهم في بعض الأوقات الإنسان يتقلق ربما يقول ليش أنا كنت قادر ندير فيلا في كل ولاية ويكون عندي دار في فرنسا وريزيدانس سكوندير في المكان الفلاني لكن هذه
يحدث بشكل عابر جدا. في غير هذا بالعكس أنا أحس بسعادة الحمد لله، قمت بالواجب انتهي، حتى أخطائي لا أخجل منها. لماذا؟ لأنك أخطأت. إنسان يحاول يخدم، إنسان يحاول يؤدي الواجب انتاعه ويعرف بأنه كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إنما إذا أخذ عليه إنسان لم وجه إهانة لأي إنسان أيا كان، أيا كان مستواه حتى قليلا، لم يعني أتسبب في قطع عيش أي إنسان بما فيهم الصحفيين، ما كانش صحفي إطلاقا، رغم الأخطاء كانت موجودة، لكن ما كانش صحفي إطلاقا يمكن يقول فلان قطع الخبز، نحل الخبز الداعي، وصنعت أو بنيت جسر بين الرئيس ومجموعة الصحفيين، بحيث كان الصحفي خاصة في مرحلة الرئيس المبين، وحتى في مرحلة تشادلي كانت الصحفي أقرب إلى الرئيس من رجال الأمن. أعتقد أنه هذا يخليني نحس بنوع من الاطمئنان، أني الحمد لله ما قمت بواجبي، وكل ما أخطأت فيه أعتذر عنه، ولكن أقول هذا هو قدر من يعمل، لابد أن يخطئ. دكتور، سؤال آخر، ربما يعني أنت كنت في هرم، في هرم الدولة، وبعدين يعني صرت مواطن عادي، يعني أكيد تتلاقى يعني مع رفقاء زمان، هل تحس أن هناك نوع من الفرق في المعاملة لما كنت يعني في منصب مسؤولية ولما صرت مواطن؟ شوفي، هو هذا الشيء المؤسف في بلادنا، أنه كثير من الناس، ولهذا يقول لك ليش الناس تتمسك بالسلطة، لأن السلطة هي اللي تعطيها القدر. وحتى واحد صاحبي قال لي مرة، المسؤول الفلاني هذا إنسان نظيف بزاف، قلت له علاش؟ قال لي كل خطر نحوش عليه يقول لي فلا سلدو ده. لكن أنا الحمد لله يعني ما ألقاه من المواطنين من الشباب يطمئني، وما حق ما كانش عندي أي مشكل مع أي مؤسسة في الدولة، لأني ما عنديش مطالب، مطالبي قليلة جدا، والدولة أعطتني حقوقي كموظف سامي في الدولة، وبالتالي مانيش يعني مستش أقول بأني تعرضت لأي، في كما هو معروف هناك مسؤولين يعني تحوس عليه غير موجود إلى آخره، قال تحوس عليه مرة مرتين ما جاوبش، قال الله يسهل عليك ربي سمعنا بدنا الخير، وبالتالي يعني ما أعتقدش إنه هذا ممكن تكون قاعدة عامة.